وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السفير حمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. سعادة السفير مساء الخير، وكيف تصف الدبلوماسية والسياسة الخارجية التي تنتهجها دولة الكويت في محيطها الإقليمي والدولي؟ أولا شكرا على الاستضافة، وأرجو المعذرة من الصوت لأن شوية عندي برد. فأولا نهنئ الكويت في عيدها حقيقة، هذا العيد الذي يؤكد شيء مهم، وهو أن الكويت يعني بلد مستقل، بلد له سياسته الخارجية المعروفة بالتوازن، خاصة وهو في منطقة يعني مليئة بالتوترات والحروب والصراعات، ولكنه استطاع أن يحافظ على كيانه، واستطاع أن يحافظ على استغلاله رغم كل هذه المشاكل المحيطة به. الشيء المهم أخي العزيز، لكي لما أتكلم عن الدبلوماسية الكويتية أنا أريد أن أذكر هنا أو أعود للتاريخ. الكويت أنا أعتقد أنه يعني دولة مهمة جدا وحققت أكبر إنجاز دبلوماسي في التاريخ. هذا الإنجاز هو أنها استطاعت أن تجمع حلفاء من أكثر من 30 دولة لتحريرها في عام 1991. أعتقد أن هذه الدبلوماسية دبلوماسية التوازن كانت هي الحقيقة يعني المرتكز الأساسي الذي ساعد الكويت على أن تستعيد حريتها وأراضيها بعد من الغزو العراقي. يعني ما أعتقد أن هناك دولة في العالم استطاعت أن تجمع هذا العدد الكبير من الدول لتحريرها، وهذا يؤكد حقيقة هامة ذكرها المتحدث في كلمته من مداخلته من شوي، وهي أن الكويت لديها سياسة متوازنة، لديها سياسة الوساطة، وفعلا الكويت توسطت في العديد من المشاكل العربية خلال الستينيات والسبعينات. يعني هذه الدبلوماسية التي أتحدث عنها اليوم هي دبلوماسية لم يمضي عليها ترى أكثر من 30 سنة، يعني من سنة 60 واستغلال الكويت إلى سنة 90 عندما غزا العراق الكويت، تتمكن الكويت كما قلت أن يكون هناك معها حلفاء يحررون بلدها. هذا ما حدث في التاريخ. لم يحدث في التاريخ، وهذا إنجاز غير مسبوق في تاريخ الأمم. وهذا ما يدل على ما تتمتع به دولة الكويت من سمعة طيبة عربية ودولية. سعادة السفير حمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.